يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن أهل نجد والحجاز يعظمون الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أكثر من تعظيمهم للأئمة الأربعة وغيرهم؟ من قال هذا؟ هو متبع للأئمة الأربعة، هو من أتباعهم، من أتباع الأئمة الأربعة، ويثني عليهم ويدعو لهم ويقتدي بهم، فهو ليس أفضل من الأئمة الأربعة. نعم.